السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الجمهور وداخل الوطن وخارج الوطن، الولك يقول لك فراسك نقيه، والماء ما تشربه حتى تصفيه، واللي يبغاك بغيه واللي كرهك زيد وخليه. كلام الشيوخ فايدة، واللي ما تاكل معاه في مايدة رفاقتك معاه غير زايدة. دروك عاد غادي نوليو الحكاية، والله يرحم الشاعر اللي قال هذا الكلام. اليوم عاد غادي نقولوا السمية ديالو، هذه الحلقة الخامسة. هنا الشاعر اش قال؟ نطلبك يا الله مجيب الطلبة، يا عظيم القدرة والشان، سلف العمر ذي النوبة، نفك النبي شارح الأديان، ناض وزلس زين الغلبة. وقال الفاطمة يا الأخوان، يا الزهرة ذي مصيبة، جيبي ذرعتي هتران، قعديني يا فاطمة، نوضيني راني لاباس، قعديني يا فاطمة، نوضيني قادر نعبة، ناضت فاطمة مزروبة، قعدته بين الحيطان، سرجت عوده للركبة، خرجته قدام البيبان، مقودة علي في شغبة، معنقته تحت البيطان، طلعتها فوق الركبة، ركبتها فوق السرحان، طلعتها فوق الركبة، ركبتها فوق السرحان، طاح من سرجه في غلبة، على فطيمة ساخف عيان، والعرق منه مكبوبة، تسيل من سموك الويدان. قالت فطيمة ذي عجبة، يا علي يا عز الفرسان، هديتني نغدى مغلوبة، ننقهر ما بين الرومان، ننقهر ونولي سيبة، ننقهر ما بين النسوان. ننقهر ما بين النسوان. شوف هنا راها لالة فاطمة الزهراء راها تقول للسيد علي، يعني من اللي راه مريض وجا نايض باش غادي يمشي يجاهد، ركباتها فوق العود، لكن من اللي ركبتها فوق العود ما قدرش يشد روحه بالسخونة، طاح. من اللي طاح على الصدر ديالها يا سادات اسخف. قعدت لالة فاطمة تبكي راها تعد عليه. الله الله، قالت له يا علي يا عز الفرسان، يا زين الركبة، يا زين الجهاد، واش انت يا مريض وغادي تخرج تجاهد؟ العرق بقات تجري منك انه هو ودان، ولكن سيدي ربي ما خفته خفية. قال لها فاطمة جيبي لي السيف وجيبي لي الدرقة، وانا غادي نخرج نجاهد، نموت نموت في الجهاد. مشات جابت له السيف، جابت له الدرقة، وقال لها هذه رحمة عند سيدي ربي، ذاك المرض راه ما بقاش، بقى يشح بالعود. الطيور اللي كيتمشاو معاه كياكلوا اللحم نتاع بنادم، هاد الطيور نهار اللي كيخرج السيد علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه جاهد، الطيور كيدوروا به ويمشيوا معاه، يفرحوا باللي عندهم الحفلة. مهما داروا الطيور بالدار نتاع السيد علي، شكون اللي شافهم؟ شافهم الحبيب مولانا محمد رسول الله. قال لهم يا الصحابة بشروا بالخير، كيفاش يا حبيبي يا محمد؟ قال لهم السيد علي براء. براء؟ قال نعم يا رسول الله، باش عرفتو؟ قال لهم الطيور اللي كيتمشاو معاه هذه ثلاث شهور ما داروش بالدار، واليوم راهم داروا بالدار، ورا علي يهضر معاهم يا سادات يا كرام، حتى يخلط عليهم السيد علي كأنه هو سبع، صاح واحد الصيحة كأنه هو رعد عاصف.
فرحوا الصحابة، أفرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له يا حبيبي يا محمد سرحني نخرج لهذا الجاهل. يا علي أنت مريض وباغي تخرج لهذا الجاهل؟ قال له يا رسول الله ما غاديش نلقى واحد النهار سخون، واحد النهار حامي كيما هذا اللي غادي نخرج فيه. سيدنا محمد عمر على الصحابة اللي كانوا غاديين يجاهدوا ولاو ها، والجاهل دار في البنت. قال لي ها هانتي ها العرب نهازموا، وها هما ولاو وخافوا. الوادرو قال لي ها كي جيتك؟ قالت له مازال ما بردتليش الحرقة نتاعي. كيفاه ما جبتليش علي بن أبي طالب؟ قال لي ها علي راه غير سمع الهضرة ديالي خوا البلاد. خوا البلاد واه، ورا علي يهضر معاها. تا السيد علي جا خارج صاح واحد الصيحة كأنه ورعد عصيف. جهالة بقاو اشمو هذا رعد؟ قال لا الدعوة صاحية، واسمو هذا؟ وهي الدور فيه قالت له هذا هو علي دخل البلاد. يوادر قريش جيب علي عاد باش نقوموا العرس نقوموا هذا خينا. قال لي دار في القوم نتاعو. قال لهم سمعوا شكون اللي غادي يخرج يجيب لي علي غادي نزيد له 40 عام في عمره. نزيد له 40 عام ايه. قالوا له احنا ما نقدروش، والبنت انت اللي راك باغي تديها، خلص دبر على البنت وجيبها ولا يديك ولا تدي احنا خاطينا. يلوه غادي نخرج. ملي راه جاي غادي خارج السيد علي، السيد علي اش تدار؟ بقى يقبض الكافر الجاهل ويلوز به صيفطو يطيح قدام العدو. جاهل اويلكم هذا بنادم راه يطيح. قالوا له هذا علي بن ابي طالب صيفطك الكادو. علي وه ها السيد علي ما كانش اللي يرد له ذراعه. راه جاي غادي يا جماعه اللي حتى يخرج السيد علي. تشاد معاه، لما تشاد معاه لوالو السيف وكتفوا وجابوا حتى لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له يا حبيبي يا محمد ها الصيد جبتو لك. اش قال سيدنا محمد؟ قال له يا الصيد شهد وراه غادي يتبعد من النار وغادي نضمنوا لك الجنه. قال له لا هذه الكلمه ما نقولهاش اطلقني للقتال. طلقاه للقتال، تشاد هو والسيد علي ضربوه قطعوا الراس نتاعو. ناضوا داروا في القوم الاخرى، اللي هرب هرب واللي شهد شهد واللي مات مات. هناك يقول الشاعر طلعته فوق الركبه ركبته فوق السرحان باقي يرجف في رهبه في عظام وساخف عيان والعرق منه مكبوبه تسيل من جسمه كل ويدان. قال تفطيمة ذي عجبة يا علي يا عز الفرسان هديتني نغدا مغلوبة نمت لك لبنات الرومان نمت لك ونولي سيبة ننقهر ما بين النسوان من فرقك نشرب المرار يا علي في الزي النقمات من فرقك نشرب المرار ذاب زي والروح فنات هديتني نمشي لبنات الكفار نمتلك لبنات العصات. اش قال ليها هنا السيد علي؟ يا فاطمه وعلى شبكاك هذه الله رحمه من القهار وجابها مولانا ومشات نصبروا له عالم القدار سبحانه خالق الاشيات. سبحان الله خالق الاشيات. اركب فوق السرحاني وكما قلنا الجماعة وجا خارج. يعني هنا اش يقول الشاعر الله يرحمه؟ ثم جباه البون نوار زهن بفرح جمع السادات بسجيع الشيع الليل
هذاك كمال الغزوة ما فات، طلبتكم يا جمع الحضار احذاه نكونوا في النزلات، انا والديا بالذات المؤمنين مع المؤمنات، ولد حسن النظم الاشعار يا الله تغفر له ما فات. دروك نهضروا الغزوة هذه هي، بصح نهضروا على مولاها. هذا محمد ولد حسن مين هو؟ الاصل نتاعو نقادي، وشكون اللي كان يقول له ولد عمتي اخت باه، وهو الصديق ديالي مزواري بن دالي رحمه الله، وكانت الحدود محلولة، وجاء هذا محمد ولد حسن وقعدنا انا وياه، وهذا مزواري بن دالي قال لي هذا راه ولد عمتي مول الغزوة نتاع الصيد، راه هذا هو مولاها، يعني تعرفنا عليه وانتقلي هذا مول الغزوة. الحكاية اللي راني قلتها قال لك انا مولاها شاعر، وهذا كان يدير الحلقة وفقيه حامل القرآن العظيم، وكان يدير الحلقة وما قالش غير هذه الحكاية، قال الحكايات بزاف. ومن هذيك يعني من 93 من اللي تعرفنا عليه 94 تبلعت الحدود، كنت فين ما نهضر مع هذا مزواري بن دالي كيقول لي ودي راه يراسلني في التليفون وراه كيقرا لك سلام الله. مولا هذه الحكاية الله يرحمه، احنا نطلبوا الرحمة إذا كان حي الله يرزقه، وإذا كان ميت نطلبوا له الرحمة ليه وللشعراء كاملين، لا للمغاربة ولا للجزائريين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي راهم باقيين حيين، الله يطولنا في عمرهم. الكلام راه سلسلة كيبقى من جيل لجيل من تاريخ لتاريخ، وهذا هو نفي الطبيعة. درك الكلام اللي راني نقول لكم، تلاقيت معك كما قلنا الشيخ الخضر، وجاب لي واحد الديوان نتاع واحد الأستاذ الشيخ أحمد المازوني رحمه الله، وهذا كان الصديق ديالو، وجا هذا الشيخ عطاني هالكتب، ومنهم راني نحفظ وراني كندير لكم في القناة باش نخلي واحد التاريخ، تاريخ نتاع الفن والأجيال اللي راها جاية. والسلام عليكم ورحمة الله. ونقول لكم حاجة، اللي كيفهم هذا الكلام راه من الناس كدير معايا ابوني، كيديروا معايا جيم، كيديروا معايا تعاليق، والحمد لله ربي على هذه القناه. هذه القناه عندي انا ما ساويه والو، بيكم انتوما راها ساويه، لو كان ماشي انتوما ما نديرش هذا الكلام وما نغامرش عليه وما ندبرش فيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور.